السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكل مشاهدين قناة توينز فور تيك. طبعا في ناس كتير بتعاني من شوشرة في صورة كاميرات المراقبة. إن شاء الله النهاردة هنعرفكم إزاي تحلوا جميع مشاكل الصورة بالنسبة لكاميرات المراقبة، سواء التقنية HD أو CVI أو TVI أو أنالوج. أي كاميرا بيحصل فيها ريجة، وده بيكون بسبب إن الأرضي بيبقى مشترك من كذا مكان داخل للكهرباء، بمعنى إن إحنا عندنا مثلا أدابتور الكهرباء بيبقى مخرج عندنا أرضي ومخرج كهرباء بالنسبة لجهاز الـ DVR، وبرضه هكذا ادابتور الكاميرا بيبقى مخرج ارضي. فبيحصل ان الارض اللي بيبقى جاي من الجهاز طالع من الجهاز على الارض اللي جاي من الكاميرا، فبيبقى في كل واحده فيهم محمله بالفولتيه، بتبقى فولت بسيط، فبيضطر ان هو يحصل حركه لوب. وزي ما بتلاقوا عندكم شوشره زي الامثله اللي موجوده قدامنا على الشاشه دلوقتي. الحل في القطعه دي اسمها جراوند لوب اوسيليتور. دي بتمنع اي موجات جايه من الكاميرا او من الجهاز للارضي ان هي تعمل شوشره في الكاميرات، والقطعه دي بتوصل بكل سهوله. زي ما حضراتكم شايفين دي شكل القطعه، بتبقى واصله بي ان سي من الناحيه دي وواصله بي ان سي من الناحيه دي، واحده ميل واحده فيميل. بنيجي عند جهاز الكاميرات، عند الكاميرا اللي فيها ريجه او فيها مشكله في الصوره، فبنبدا ان احنا نركب الجزئيه ديت في البي ان سي اللي جايه عند جهاز الدي في ار، من قبل ما تركب على جهاز الدي في ار في البي ان سي الخاص بالكاميرا. وبناخد القطعه الثانيه دي بتوصل في الدي في ار مباشر، وبعد التست هنجرب مباشره مش هنلاقي اي ريجه موجوده لانها بتمنع ارتجاع الكهرباء في الطرف السالب. وبكده بقى احنا عرفنا ازاي نحسن جوده الصوره اللي فيها ريجه بالنسبه لكاميرات المراقبه. ولو عجبكم الفيديو ضغطوا لايك للفيديو، لو احتجتوا اي حاجه سيبوها لنا في تعليقات وان شاء الله هرد عليكم. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد في قناة توينز فور تيك، وأترك تعليقك ليتم الرد على جميع استفساراتكم.